كنقولوا حنا كنقادوا قوانين وكنقادوا حنا كنامنوا بالمعايير المجرده واللي كيدخل فيها تبارك الله. ثانيا كنامنوا بتعدد الشبابي باللي ما تخلطش ليا الدعم مع المجال الاجتماعي. حل المجال الاجتماعي باش ما يبقاوش يجيوك الناس يطلبوا لك الدعم لانه ما عندوش باش يخلص الكرا ولا ما عندوش باش يخلص كذا. هذاك بوحدو خصك تلقى لي حل اخر. حل لي مشكل الجهويه لانه ما يمكنش انه في نفس المعايير واش تعتبر الجوده ولا تقسموا على حساب الجهويه ولا تقسموا على حساب الاعمار ولا على حساب الاجناس ولا على حساب. وبالتالي الوزاره ما عمرها قدرت تتجاوز ان الفكره ديال انه الدعم راه ماشي هو اللي غيحل لك المشاكل كامله، راه ماشي هو اللي غيصايب لك الصناعه الثقافيه السيد الوزير، راه ماشي ب 4 دراهم غتصايب السياسه الثقافيه، راه ماشي ب 4 دراهم غتصايب الصناعه الثقافيه. راه الا جينا نقسموا المنتوج المغربي كله واحد القضيه انا كتجيني غريبه جدا. المحاسبه الحقيقيه ديال وزاره الثقافه من قبل البرلمان اللي ما عمرها كانت راه ما هيش ماشي هي شحال فرقتوا ديال الفلوس، شحال دجتوا من عمال. لان الدور الدستوري ديال وزاره الثقافه شنو هو؟ هو انها كتبلغ الثقافه للمواطنين. الى جينا نقسموا عدد الاعمال المسرحيه اللي كتنتج في السنه اللي كتدعمها الوزاره يعني اللي كتقدمها كخدمه عموميه للمواطنين، قسمتها على السنه وقسمتها على عدد سكان المغرب شحال غادي يجي؟ هذا هو الحساب. راه هذا هو الحساب. لأن الفنانين راه ماشي هما الهدف. الهدف هو المواطن اللي خصو يوصل للمنتوج الثقافي. أولا السياق العام اللي جا فيه بلاغ وزارة الثقافة كان بعد رد فعل النقابة المغربية الماني للفنون الدرامية والفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة على تصريحات منسوبة للسيد الوزير فيما يخص الفرق المسرحية اللي قال في البرلمان أنها تلعب أمام كراسي فارغة ولا تبيع تذكرة واحدة وأن المسرح المغربي ماشي في نقصه الإبداع والابتكار إلى غير ذلك وأنه يعتزم إعادة النظر في الدعم المسرحي بتخفيضه إلى 30%. طبيعة الحال نحن كأي نقابة جدية تفاعلنا مع نبض الحركة المسرحية اللي عبرت عن استهجانها لهذا التصريح. بالطبع أنا درت الإجراءات ديالي الأولية، هذا كان الأسبوع اللي فات اللي قبل هذا، كان الخبر صدر يوم الأربعاء، الخميس قضيته كله كنتصل بالمعاونين ديال السيد الوزير، وكان طلبي هو أن يكون هناك توضيح، لربما يكون الموضوع ماشي تطرح من خلال الجريدة المذكورة ماشي في سياقه، أو لا وقع في تضخيم أو تهويل أو شيء من هذا القبيل، يعني سبقنا حسن النية. هادشي كان كما قلت لك الخميس، دازت الجمعة، داز السبت، كل ما تلقيته هو إجابات أنه لم يقصد السيد الوزير إلى غير ذلك، لم يقصد هذا. بطبيعة الحال أنا كرئيس ديال النقابة خصني نبدي موقف، ما يمكنش لينا نبني على مواقف شفوية، وربما أعتقد أنه كان حريا بالسيد الوزير أنه حتى لو كان هذا الموضوع يعني ماشي صحيح ولا اعتقد ذلك، لانه ما كاين حتى شي حاجه اللي غتمنع انه يكذبوا ولا بستاتيف على صفحتي الرسميه في الفيسبوك ولو بشكل غير مباشر او باتصال، ربما ونقدروا نلقاو كيفاش انه اذا كان لا يقصد ذلك فاحنا خدينا الاعتبار انه خصنا نبينوا موقف على الاعتبار انه ما قيل صحيح الى ان يثبت العكس. بالطبع صدر هذاك البيان ديالنا اللي هضرنا فيه على المواقف ديالنا وعرفنا منين كيجيو بحال هذا النوع ديال الافكار التبخيسيه. ركزنا على انه المسرح المغربي غادي في تقدم، ركزنا على انه اصلا المبالغ اللي كتعطى بالنظر
الى ما يقدم مقابل رمائيه ماشي سهله. وركزنا ايضا على ان هذه الافكار مصدرها يعني واحد التيارات بائسه داخل الوسط الفني، حنا كنعترفوا بهذا، اللي اما بفعل الغيره اما بفعل انه تريد ان تعود بالموضوع الى الشكل ديالو ما قبل الاشعاري، باش ما يبقى لا دعم لا حتى حاجه، ويوليو الناس كياخذوا الفلوس من تحت الطبله بدون دعم. ولكن هذه القضيه ما يوصلوا لها الا بضرب الدعم ومصداقيه الفرق المسرحيه. حنا تنقولوا الفنانين طابت، حنا كنقولوا ما كنقولوش ان المسرح المغربي راه، ولكن ما تبخسوش، ما تبخسش، راه كاينه مجهودات، راه كاين الناس كتعترف بهم مهرجانات الى غيره، وهذا شيء طبيعي. ثانيا ان هذا الشيء اللي كيديروه راه ما تيديروش لله في سبيل الله، راه تيديروه لفائده الجمهور. وزاره الثقافه الدور ديالها هو هذا، الا ما ساعدتش الكتاب وما ساعدتش المسرح وما ساعدتش، كتساعد راه ما كتساعدش الفنانين، كتساعد الاعمال الفنيه اللي كيشتغلوا فيها الناس باش يكون المسرح وكتقدم خدمه ثقافيه الى غير ذلك. مساله البيتري وداك الشيء هذيك حاجه اخرى، شكل اخر، ما يمكنش تهضر في الدعم، يمكن دير فيه دير كل شيء. هو اصلا بئيس وبئيس جدا بالنظر الى الحجم ديال الفروق والحجم ديال الناس اللي كيشتغلوا فيه. اذا في نفس الوقت اتصلت بي جريده وطنيه كتسول على الفروق اللي ثلاثه ديال الفروق اللي شاركوا في الاردن، واش دعماتهم الوزاره او لا. قلت للصحفيه الله يخليك، وهي راه معروفه ويمكن شي بلاتي حتى نتاكد من الفرق المسرحيه المعنيه. الفرق المسرحيه المعنيه قالت لي انه تلقينا وعدا شفويا، وهذا كاين في المقال، ولم نتلقى وعدا كتابيا. انا التصريح ديالي مشى عن طريق ما الوعد كله، وداك الشيء اللي كاين راه هو الصحيح. الفرق المسرحيه ملي مشاو ما تلقاو حتى شي وشي حاجه كتابيه، ما مشاو تسعود بتاريخ تسعود او 10 كان كنظن تسعود، ملي رجعوا لقاو الرساله ب 13. انا دليت بالتصريح ثلاث ايام قبل، انا ما قلت الا الحقيقه اللي كاينه على الواقعه كيفاش كاينه. ثم تحليل ديالي للوضع اصلا انه كيف سابق واحد الوضع في هذا الموضوع ديال فرقة أكون من غير كانت غتشارك في قرطاج وفرقة أخرى، كانوا وصلوا إلى حد الاعتذار، أنهم يعتذروا على المشاركة، لأنه الفرق ما بين المهرجان اللي كدير الهيئة العربية للمسرح ومهرجان قرطاج هو أن الهيئة العربية للمسرح كتخلص يعني كتحب تكمل تتحمل تكاليف السفر وتكاليف الإقامة وإلى غير ذلك، في حين أن قرطاج كيخص حتى مصاريف التنقل. اذا بالنسبه لمهرجان الاردن كان السؤال ديال الاستاذ ديال الصحفيه واش الناس تخلصوا، ما تخلصوش، ما هذا هو الوعد بالنسبه لي انا. فاذا به كنلقى ان تيخرج هذا البلاغ فيما بعد، تيخرج هذا البلاغ اللي تيحاول يرد على البلاغ الاول ديالنا اللي درنا على تصريحات الوزير بشكل غير مباشر من خلال استغلال هذه الوضعيه، انه راه الناس عطيناهم الاول، ثاني هما ما عطاوهمش، وهذا باقي غير واحد لحد الساعه، وحتى لو كان كتابيا غيبقاو يطلعوا وينزلوا في دهاليز وزاره الثقافه ما ياخذوهم تيشرفوا. ثانيا مررت الوزاره واحد الخطاب بائس جدا وانتقامي من الفرقتين معا، بمعنى انه ما معنى انه تنشر الارقام اللي خداو على مدار ثلاث سنوات باش تقول زعما انه هاد الناس هادو راه ما تيشبعوش، شو شحال عطيناهم باش تنفخوا الارقام. البنادم اللي كيشوف اللي كيقرا البلاغ تيبان ليه هذيك بحال شدا شي واحد ودفعه واحده ما مفصلاش، وبالتالي هناك نيه مبيته ودايرين ان علاش تجمع لي ثلاثه السنوات باش تبان عطيناهم ثلاثه السنوات، وايضا بدون ذكر ان الموضوع يتعلق بالتوطين، ماشي دعم ديال الاعمال المسرحيه. وباش يفهموا الناس اللي كيتبعوا الموقع ديالك مش هو التوطين، هو ان الفرقه كدير مسرحيه ثم في نفس الوقت كدير برنامج ثقافي، وبالتالي ملي كتسد هذه المبالغ هذه وكتقسمها على ثلاثه سنوات راه ما كيجيكش شي مبلغ كبير مقارنة بالعمل اللي خصو يدار.
وباش يزيدوا يفهموا الناس انه شي كلشي اللي كيتعطى للمسرح كله في السنه هو قيمه واحد مسلسل ونص في التلفزيون او الكاميرا الخفيه اللي كتدوز في التلفزيون. يعني تهويل الارقام من خلال جمع السنوات باش يعطيو انطباع للناس انه راه هاد الفروق راه شبعاني فلوس ومازال انتبهينا باغين مازال. ثانيا كاين هناك خلط ما بين هذاك الدعم ودعم ديال 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 المشاركه الوطنيه، المشاركه في المهرجان الدولي. هاد الناس راه كيمثلوا المغرب وما ما حشمتيش تنشر لهم 20,000 درهم اللي هي 2 المليون وباش يزيدوا يفهموا الناس. راه الفرقه واحد الفرقه فيهم راه فيها 13 تقريبا وفرقه اخرى فيها 9 أو 8 على ما اعتقد. وقسم داك الشيء على عدد ديال الناس وقسموا اسبوع زايد فايت مده اسبوع وفي بلاد اخرى. راه الفرق الهادي ملي كيمشيو الممثلين عند واحد القاعده واحد العرف موجود انه كيتخلص اما جوج ما يتقاضى في المغرب جوج المرات او لا دوبل كاشي او تروا كاشي. وهذه الوزاره اللي كتهضر على حقوق الفنانين وباغا كتنشر وتتباهى بانه رصدت للفرقتين مبلغ 20,000 درهم باش يتلعب على الراي العام للناس. الله يحسن العوال اللي تيبانوا لهم المبالغ ملي كيتجمعوا راه تيبانوا لهم كبيره وما تيفكروش هما ما تيعرفوش شكون شحال الناس خدامين فيهم وهذوك الناس اللي خدامين فيهم شحال ديال العائلات موراهم الى غير ذلك. عاد بلا ما نهضروا على الاسماء المشاركه في هذه الاعمال، بلا ما نهضروا على المجهود اللي بذلوه الفرق والاشعاع اللي المغربي اللي داروا ليه اللي كيديروا للمغرب والتقديرات وكذا الى غير ذلك. هذو راه تيمثلوا وجه المغرب. ثانيا البلاغ كيشير الى انه ما دازوش عن طريق الوزاره وهذا غريب وعجيب جدا. بعد ان الوزاره قبلت بصراحه باش تنظم بطبيعه الحال اغلبيه البرنامج المهرجانات حاليا ماشي غير في المسرح، في المسرح في السينما في جميع كيكون عندها لجان الاختيار ديالها ماشي بحال شحال هذه كتصيفط للدول الى غير ذلك انتم عطيونا. علاش؟ لان كيوقعوا بزاف ديال التواطؤات، كيوقعوا بزاف الزبونيه المكتوبيه الى غير ذلك. اذا ماشي غير ما خصش الدوله تكلف بهذا الشيء، من يستحسن لها انها ما تدخلش في هذا الشيء، يخليوا الفروق هي ربما تيخصها تتصرف من منطلق انها تدعم الناس في المهرجانات الجاده الكبيره، لانه في نهايه المطاف هذوك الناس اللي غيلعبوا تما من اللي غادي يلعبوا عندهم بدعم من وزاره الثقافه بمعنى انهم راه كيهزوا بك انت برايه المغرب، بمعنى ان السياسه ديالك انت اللي كدير راه عطات الاكل ديالها وتجي انت وكتضربها بهذه الطريقه. انا كيبان لي هذا الشيء من الناحيه السياسيه اصلا لا يستقيم ونوع من اللعبات. المساله الثالثه هادو بالنسبه للفرق. بالنسبه الثالثه راهنوا على عزلي والتلميح الى الحد من حرياتي النقابيه. راهنوا بهذا العمل عزلي عن من؟ عزلي عن النقابه التي اترأسها بانه يبينوني انا راني غير جدي وراني نزيق واللي اطلق الكلام على عوانني الى غير ذلك. هذا هو الرهان الاول. الرهان الثاني هو وصف النقابة بغير جدة، وهذا ما لن يسمح به مناضل ومنخرط النقابة. هذه النقابة راه الدعم راه هي اللي جابتهم في النضال ديالها، وكانت تشكل 50% من اللجنة ديالها، وانسحبنا منه من اللجنة ديال الاختيار وغيرنا القوانين باش ما نكونوش طرف في العمل وحكم في العملية. وجميع دفاتر التحملات وجميع القرارات المشتركة ديال تقوير هذا الدم حنا اللي كنا أطراف أساسية فيه. وماشي غير في هذا الملف، هذا الملف حقوق قانون الفنان الفنية، الاتحاد ديال الوطني للفنانين، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ناهيك عن العلاقة ديالنا الدولية وكيفاش كنمثلوا المغرب على المستوى المنظمات المهنية على المستوى الدولي، ونظمنا مهرجان دولي المؤتمر الدولي ديال الفيدرالية الدولية للممثلين في مراكش واللي عرف
توجيه رسالة ملكية سامية للمؤتمر، درنا ترافعات مهمة، درنا اقتراحات مهمة فيما يخص الحماية الاجتماعية للفنانين بحضور خبرات إلى غير ذلك. أغلب ما أنجز في المجال الثقافي والفني كانت عندنا فيه بصمة كبيرة، لأننا نقابة جدية، نقابة ديمقراطية، وأنا ملي ما كندخلش باسمي، كندخل باسم الفنانين اللي انتخبوني ديمقراطيا في مؤتمر ديمقراطي وباقتراع، ماشي غير جيت وكنهضر باش يحاولوا أنهم يراهنوا على هذه القضية ديال الفصل ويلمحوا ديال أنه غادي نخلقوا هذا السيد هذا وهذا. المسألة ملي كيجي تيقول لك بعدا ومثل هذه التصريحات المؤسفة تتعمد الإساءة إلى جهود دعم الوزارة الدائم لكل فرق المسرحية والمسرح المغربي، وأن في دور الوزارة المحوري فيما وصل إلى المسرح المغربي من غزارة الإنتاج وتطور التجارب. طيب عاد ولا غزارة الإنتاج وتطور التجارب؟ عاد السيد الوزير قال البارح أنه ما 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 ماشي في المستوى. بالتالي باش تجاوب أنت بشكل غير مباشر على هذاك الجواب باش تصحح الوضعية ديالك، كتحملني انا انني تنقول للوزاره انها ما كت ما انا كنقول الوزاره ما كديرش الواجب ديالها في حق المسرح ولا غير ذلك. الدعم راه حنا اللي صايبنا، ما يمكنش نطعن انا في شي حاجه اللي كنت طرف فيها، وانا ما تنقولش انها مثاليه، تنقول انها مازال خصها الاصلاح الى غير ذلك، ولكن التبخيس لا. نرجع للجواب للسؤال اللي طرحتي. الوزاره تقدم شكرها لكل الهيئات النقابية والمهنية الجادة في مختلف المجالات الإبداعية. رسالة واضحة. يعني هانتوما الباب مفتوح، راه غادي نطحنوا النقابة المغربية المهنية للفنون الدرامية. هي على اعتبار أنها غير جادة. وصفوا تصريحي أنا بغير الجاد. والتي تعمل بشكل تشاركي فعال ومسؤول. يعني كل ما يقال هنا راه يعني احنا غير فعالين، احنا غير مسؤولين للنهوض بكل اجناس الفنون وتطويرها لتقدم دليل ملموسا على تحقق اهداف التوجه التنموي الثقافي الوطني للوزاره والرمي الى مد جسور الثقه بينها وبين شركائها الفعليين. وفي هذا السياق تعلن الوزارة على انشغالها بالأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها بعض الفنانين المغاربة وهي ماضية في إحداث إلى غير ذلك. إذن هذا هو تفريقة، وحنا راه غاديين وغنديروا لكم هذا وهذا، وما تديوهاش في هذا الحماق اللي هما غير جديين وغير مسؤولين والذين يلقون الكلام على عواهنهم. حنا أول صدمة لهذا البلاغ هو ردة الفعل المسرحيين اولا قبل ما تخرج بلاغ ديال الفرق المسرحيه التي اكدت كلامي لجريده الصباح. داكشي اللي كاين في الصباح راه كاين، وبالتالي ثم احتجت على هذه الطريقه لاقحامها في هذا الصراع من خلال نشر مبالغ مجموعه بشكل يبيت نيه سيئه في تقديمها الى الراي العام على اساس انها غير كتاخذ الفلوس وما كتشبعش، وكذلك الفرق المسرحيه. ولذلك انا بالنسبه لي هذا المشكل يبين علاش الملفات ديال المسرحيين تاخرت، ماشي غير المسرحيين، الفنانين كاملين منهم الناس اللي كيخرجوا في اليوتيوب وكيخرجوا كذا كيغوتوا المشكل الاجتماعي المشكل كذا، راه من هذه السلوكات الذي يقع هو انه هذه فكره رائجه. انا راه ما تنقولش غير السعبيابه هو اللي هذه فكره ساريه في دواليب وزاره الثقافه وساريه في دواليب جزء من الجسم الفني بفعل واحد علاقات ديال 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 الشخصنه وديال الصراعات صغيره، واللي كتنعكس دائما في ان النقابات الجاده دائما كيصايبوا ليها نقابات صغيره اللي كدير ليها الحجره في الصباط. ملي كتهز انت وكتغوت وكتبغي تزيد بالامور من القدام تيقولوا لك ايوا راه ما كاينش غير انت.
فرق تسود وكيجيبوا هذاك النوع ديال النقابات زياده على بعض الفنانين اللي باش يدي شويه ديال الدعم تحت الطبله الى غير ذلك، وكيقزموا النقابه اللي هي عندها صفه تمثيليه. كتولي انت جالس مع واحد المجموعه ديال الناس، اولا فينا هما هاد الناس هادو في هاد المواقف هادي اللي كانت قبل اللي خرجنا عليها بلاغ؟ فينا هما ملي كانوا الفرق المسرحيه كتغوت؟ فينا هما ملي كنكون كنغوتوا على الدعم باش يتزاد الى غير ذلك؟ وبالتالي كتولي الوزاره كتلعب على هاد على هاد الشكل العبثي ديال الحوار، ديال انه كتذوب النقابات الجاده وسط نقابات كرتونيه وفيها اللي ما عندها تا يعني تا مشروع حتى تمثيليه. كاين اللي عنده غير الريسيبيسي ولا عنده، كاين اللي عنده هذاك الوصل الايداع ولا عنده. وبالتالي كتخرج كيمشيو الناس عند الوزير كيجلسوا كيشربوا اتاي كيبداو يتناقشوا في نهايه المطاف، كيضربوا واحد جوج مجموعه ديال التصاور كيخرجهم في فيسبوك استقباله ووعده وغنديروا وغنفعلوا وغنتركوا. ماشي هكا كتقول الخدمه. المقتضيات ديال القانون الفنان المرتبطه بالتمثيليه المهنيه. ثانيا السيد وزير الثقافه خصو يعرف ان ما وقع في عهد وزير سابق من تشنج ما بين الساحه الثقافيه بصفه عامه كانت بسبب هذه الاساليب، لانه هو ايضا كان بحال تيقول للمنظمات المهنيه الجاده غندوب بكم في وحدين اخرين. وصلت المقاطعات المهرجانات، وصلت المقاطعات الدعومات، وصلت المقاطعات الانتاج الثقافي كامل. وبالتالي هذا الخطاب من هذا النوع راه عنده دواء في قانون الفنان والمهن الفنيه. السيد الوزير لا خطاب الا مع المنظمات المهنيه اللي عندها تمثيليه اللي كتمثل الناس. راه ما يمكنش يجي واحد يبدا يهضر بسميتو او بقله قليله وتبقى انت تقول انه حكاره درت حوار. بينما كانت هناك تعدديه هناك تمثيليه، والحمد لله ان قانون الفنان والمهن الفنيه فيه معايير لتحديد التمثيليه المهنيه في المجال الفني، والمشرع دارها باش ما نوصلوش لديك التعدديه اللي كتستغلها وزاره الثقافه وكاع الاطراف اللي كتبغي انها تهرس الوحده النقابيه. هذه صراحه انا متفق معك انها هي صراعات واهية وتضيع طاقات في والو. ولكن بالنسبة لنا حنا هاد كما كنقولوا هاد الفيلم فايتين شايفون شايفينو، إن هذه أشياء تتكرر. هو كاين الناس اللي كيفهموها بالزربة، كاين الناس اللي تا كدوز مع واحد الصراع عاد باش كيفهمها. من دما يأتي أي وزير الوزارة الثقافة كتلقى حاملي هاد الفكرة هما اللي واقفين لحدا الباب الأولين. عندهم جوج الخطابات. الخطاب الاول كسر تجربه الدعم. علاش؟ باش لان تيفترضوا ان الوزير غادي يقول لهم ايوا راه كاين الدعم سيروا ليه، وخصو ما يكونش الدعم، لان الدعم اصلا كي كان قبل الاشعاري كان فلوس كتعطى بشكل مباشر للناس لمن بغى. دونك من الاخر وان كان تيقولوا حكاره خصو الاصلاح، راه ما بهم لا اصلاح لا والو، كيزرعوها في الدين ديال الوزراء بهذا المنطق. ما كذا داك الدعم سميتوه ما خديناش، مره يقولوا لا تياخذوها من ولا، مره يقولوا لا جابوها من كراسي فارغه، وداك الطوطين راه فيه الفلوس بزاف كيدو كذا وكذا وكيغتنيو الناس والاغتناء السريع وكذا وكذا والحيحه باش في الاخر يشد الفلوس من تحت الطبله، لانه تيفترض في المسؤول الحكومي غيقول ليه اسمح لي راه كاين الدعم سير حط ليه، ما نعطيكش انا شي حاجه، نقصو يكسر التجربه ديال الدعم. ثانيا ضرب النقابه، هذيك النقابه راه لوبي، تشكل لوبي داخل وزاره الثقافه، هي اللي كتفتح لنا الثقافه شنو كيديروا، وراهم متواطئين، وراهم راهم الفلوس الى غير ذلك. لاش؟ حيت كيفترضوا ان الوزير غادي يقول لهم حنا راه غادي نهضروا مع المنظمات المهنيه باش نحلوا هذه المشاكل. دونك خصو يضرب في المنظمات المهنيه خصوصا الجاده وخصوصا النقابه ديالنا. علاش؟ حيت حنا ما عمرنا غادي ندخلوا عند شي وزير ونقول له اعطي لفلان ولا اعطي لفرتلان.
كنقولوا حنا كنقادوا قوانين وكنقادوا حنا كنامنوا بالمعايير المجرده واللي كيدخل فيها تبارك الله. ثانيا كنامنوا بتعدد الشبابيك باللي ما تخلطش ليا الدعم مع المجال الاجتماعي. حل المجال الاجتماعي باش ما يبقاوش يجيوك الناس يطلبوا لك الدعم لانه ما عندوش باش يخلص الكرا ولا ما عندوش باش يخلص كذا. هذاك بوحدو خصك تلقى لي حل اخر. حل لي مشكل الجهويه لانه ما يمكنش انه في نفس المعايير واش تعتبر الجوده ولا تقسموا على حساب الجهويه ولا تقسموا على حساب الاعمار ولا على حساب الاجناس ولا على حساب. وبالتالي الوزاره ما عمرها قدرت تجاوز ان الفكره ديال انه الدعم راه ماشي هو اللي غيحل لك المشاكل كامله، راه ماشي هو اللي غيصايب لك صناعه الثقافيه السيد الوزير. راه ماشي بربعه دريال غتصايب السياسه الثقافيه. راه ماشي بربعه دريال غتصايب الصناعه الثقافيه. راه الا جينا نقسموا المنتوج المغربي كله واحد القضيه انا كتجيني غريبه جدا. المحاسبه الحقيقيه ديال وزاره الثقافه من قبل البرلمان اللي ما عمرها كانت راه ما هيش ماشي هي شحال فرقتوا ديال الفلوس شحال دجتوا من عمال. لان الدور الدستوري ديال وزاره الثقافه شنو هو؟ هو انها كتبلغ الثقافه للمواطنين. الى جينا نقسموا عدد الاعمال المسرحيه اللي كتنتج في السنه اللي كتدعمها الوزاره يعني اللي كتقدمها كخدمه عموميه للمواطنين قسمتيها على السنه وقسمتيها على عدد سكان المغرب شحال غادي يجي؟ هذا هو الحساب. راه هذا هو الحساب. لأن الفنانين راه ماشي هما الهدف. الهدف هو المواطن اللي خصو يوصلوا المنتوج الثقافي في الكتاب في 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 في, في, في المسرح في الموسيقى في كاع المناحي ديال الإنتاج الثقافي. الدولة عندها واحد الجهاز اللي سميتو وزارة الثقافة. كما كاين وزارات كيصايبوا الطرقان ويصايبوا القناطير ويصايبوا كذا، كما كاينين وزارات كيصايبوا تيهتموا بالفلاحة وكذا وكذا، كاينة وزارة كتهتم بالثقافة، ماشي كتفرق الفلوس على المدخل. راه ملي كيكون جهاز وزاري تيكتب بلاغ بهذا بهذه العقلية ديال كنفرقوا الفلوس على الفنانة وهو ما فاهمش أدواره الدستورية، هذه مسألة خطيرة جدا. خطيرة خطيرة جدا. لأنه وإلا كان السيد وزير الثقافة اطلع على هذا البيان، لأن كاين أنا كنقول ممكن ما يكونش مطلع عليه قبل ما يتنشر، يكون غير نشروه يعني نشروه نشرته الإدارة إلى غيره. إذا اطلع عليه وأشر عليه اسمح لي مشكلة كبيرة، لان كاين هنا عجز عن فهم الادوار الدستوريه ديال القطاع ديال الثقافه، ونية مبيته ديال الوزاره ديال شق على الصف ديال المسرحيين، ومحاوله لتضييق على الحريات النقابيه، وهذا لا يليق بجهاز الحكومه مسؤول. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.